زي ما انت شايف كده، دي ساعات السمارت ووتش اللي اتشهرت اليومين دول، وبرضه مع ذلك في ناس مش قادره تحط صورتها على الساعه دي. ففي الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تحط صورتك في الساعه زي ما انت شايف قدامك كده. دي الساعه معاكم اللي هي الالترا اكس 9 او اي نوع من انواع الساعات اللي انت شايفها دي. يعني الساعات دي اتشهرت اليومين دول مع المراهقين والشباب زي ما انت شايف كده، ومع ذلك في ناس مش قادره ان هي تحط الصوره بتاعتهم على الساعه. فانا دلوقتي هشرح لك بشرح تفصيلي مبسط ازاي تقدر تحط صورتك على الساعه دي. يلا بينا كده نبدا الفيديو، لكن ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا. زي ما انت شايف كده، في اول حاجه بتنزلها تطبيق اسمه وير فيت برو، سواء بقى كان على الايفون ولا الاندرويد عادي جدا. ودي الساعه الالترا بتاعتنا زي ما انت شايف كده، دي شكل الخلفيه بتاع الساعه، يعني احنا محتاجين ان احنا نحولها لصورتنا احنا. فانت كل عليك بتضغط عندك على ويت فيت برو، وبعد كده بتفتح على التطبيق هيوجهك على الصفحه الرئيسيه اللي هي قدامك دي. اضغط بس تحت عندك على حاجه اسمها المعدات، هتضغط عليها ضغطه، وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها فوق هنا اضف جهاز. هضغط عندك على كلمة أضف جهاز، وبعد كده بيظهر لك الساعة اللي قدامك دي. بس شرط إنك بتروح عندك تضغط أو تسحب الشاشة لفوق كده، اضغط عندك على العلامة اللي في النص بحيث إنك تفعل البلوتوث الخاص بيها. بعد كده بتروح عندك على كلمة ربط على الساعة، وبعد كده بيعمل اقتران، وهنا بيقول لك نجاح الاتصال، وقول له هنا تنفيذ. ومن هنا بيبدأ بالفعل ربط التليفون بالساعة الألترا بتاعتنا. طبعا بقول لك هنا جار التحميل، بتستنى كده شويه لحد ما يديلك الاختيارات دي، قول له هنا فتح. وبكده انت بتختار عندك على ويت فيت برو، وبعد كده بتقول له هنا سماح، وتقول له هنا سماح اي اشارات توصل للساعه او التليفون. بعد كده بتقول له هنا انا اعرف، وتقول له تاني تنفيذ، وتقول له كمان انا اعرف، قول له هنا اقتران، ادي له سماح لاي حاجه تظهر لك، اي رساله تظهر لك ادي لها اقتران. قال لك هنا تم الاتصال، قال لي خلاص كده تم الاتصال الجهاز زي ما انت شايف كده. نرجع تاني على التطبيق على وير فيت برو، هنرجع كده خطوة كمان وكمان خطوة كمان خطوة، نرجع عايزين نروح البرنامج، يعني نخرج تاني كده مش مشكلة، ونفتح البرنامج من جديد زي ما انت شايف كده. هيفتح معانا ويظهر ان تم ربط الساعة بتاعتنا بالتطبيق. طيب دلوقتي احنا محتاجين نغير الخلفية زي ما انت شايف كده. لو جيت تضغط ضغطة طويلة بتقدر تغير الخلفية الخاصة بالساعة زي ما انت عاوز لأي خلفية انت محتاجها. طيب دلوقتي انا محتاج ان انا اغير الخلفية دي لصورتي زي ما هو مكتوب في عنوان الفيديو. كل اللي عليك بس بتروح عندك على التطبيق، بعد كده المعدات، وبتروح عندك على حاجة اسمها سوق السمات، اضغط عندك على مشاهدة المزيد. ومن هنا في حاجة خفية كده فوق، يعني لو جيت تضغط فيه تلاقي خط لونه باللون البرتقاني ده. هضغط بس كده في جنب او تحت كلمة سمات، يعني شايف كلمة سمات، اضغط بس كده في حتة خفية كده، معرفش هي مش ظاهرة ليه في التطبيق. بعد كده بتضغط عندك على كلمة اضافة البوم، ومن هنا بتختار صورة بيحولك على الجاليري الخاصة بالتليفون بتاعك. اختار صورتك مثلا، تحدد الصورة زي ما انت عاوز شكلها، قول له هنا قطع واعمل علامة صح، يقول لك الصورة بالشكل اللي قدامك دي، قول له تمام. عايز لون الساعة بيتغير، بعد كده بتختار لون الساعة ده حسب ذوقك انت، عايزها بقى فوق ولا في النص ولا تحت، انا مثلا اخليها تحت بحيث ان صورتي تكون ظاهرة شوية. اضغط عندك على كلمة تركيب، بعد ما تيجي تنتهي خالص ممكن توقف الفيديو وتعيد انت تشغيل من جديد. اضغط عندك على كلمة ترتيب، بقول لك الرجاء اختيار الخلفية، معلش انت تضغط عندك تاني على الخلفية بالشكل ده كده، يعني انت لازما كل حاجة محبكها معاك شوية. اضغط على الخلفية، بتضغط عندك على اسلوب الساعة وموقع الساعة سواء كان فوق ولا في النص ولا تحت، اضغط عندك على كلمة تركيب. بعد ما يجي تضغط عندك على كلمة تركيب هيقول لك هنا جريء التحميل في الساعة الالترا بتاعتنا، وبعد كده بقى بتستنى شوية لحد ما يتم تركيب الصورة، طبعا مش هياخد معاك وقت. وبعد كده بقى انت بتستنى يقول لك هنا تم تركيب الصورة، وبعد كده الف مبروك، ادي كده الصورة ركبت معانا بالشكل اللي ده كده، ودي صورتي على الحساب او صورتي عفوا على الساعة. طبعا تقدر تغيرها لأي حاجة انت عاوزها بقى براحتك، اي صورة تانية انت محتاج تضيفها خد راحتك بقى في الصورة، يعني مثلا انت محتاج تضيف اي حاجة في الجاليري على طول هتلاقيها اتضافت معاك بنفس الطريقة. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة، ودمتم بخير ومع السلامة.